الملكية تحت الهواء، حضرة الوزير الاتصالات والتنصت أو الاتصالات؟ لا تردد. هلا هلا الاتصالات قبل والمعلومات، الاتصالات. الاتصالات والمعلومات كان في، والمعلوماتية عفوا، كان في وزير سلف لألك اسمه ماهر الحسنية. مظبوط. زميلك كان وعدنا انه في مشروع عم بيحضره مع جهات معنية، هلا بتشرح لنا اكثر اذا وصل لك معلومات عن هالمشروع او توقف هذا المشروع مع بعد انتهاء مدة ماهر حسنية بحقيبة الاتصالات، لانه نحن وعدناه وحطيناه قدام تحدي انه اذا المشروع رح يكمل رح نقول، واذا فشل التحدي رح كمان نحطه قدام المجهر ونقول انه فشل. فشل او نجح زميلك السابق؟ تقول لك اول شيء نحن كحكومه دول بنؤمن استمرارية. بالاستمراريه، يعني المشاريع اللي كانت تنعمل بالحكومه الثانيه عم تكمل بالحكومه الثالثه. واحد من هذه المشاريع اللي هو مشروع بلش مع البارتنرشيب فور لبنان، اللي هو اسمه مانيفستو الحزمه العريضه او مانيفستو برودباند. خبرنا عنه. هو هدف من هذا المشروع، يعني مثل ما بنعرف حكيت من شوي عن هذا الموضوع، هو بلبنان يقال انه نحن عندنا شيء اسمه برودباند او انترنت سريعه. بالحقيقه بلبنان الانترنت عندنا السرعه تبعها هي اقل من 1 ميجا بايت بالثانيه، بينما باوروبا وامريكا المعدل هو 100 ميجا بايت بالثانيه، وحتى للشركات او لمؤسسات كبيره ممكن يوصل ل 1 جيجا بايت، يعني 1000 ميجا بايت بالثانية. تخيل عم يوصل ل 1000 ميجا بايت بالثانية، نحن بعدنا تحت ال 1 ميجا بايت بالثانية. ملكي أريح للأدمغة عندنا يعني. طبيا. فأكيد بالنسبة حتى يمشي القطاع المعلوماتي بدك انترنت سريع. يعني انت عارف بلبنان حتى في كثير شركات تشتغل تعمل برمجة بلبنان بتبيع لأوروبا لأمريكا، وهيدي قطاعات منتجه، قطاعات يمكن لازم تتشجع بلبنان. وانما وحده من العوائق اذا بدك لهذا الموضوع هو الانترنت. فبتبقى بلشوا البارتنرشيب فور لبنان بامضاء عريضه عن البرودكت. خبرنا اياهم كان مضبوط بعده مستمر هذا المشروع، هلا عم تابعه؟ صح، المشروع مستمر، وهلا هيدي العريضه رح نمضيها لهيئات لنواب وزراء عم نزورهم من وقت لوقت كرمال نمشي بهذا المشروع. مشروع يصير عنوان يعني المشروع؟ صح، يعني لما يمضوا كلياتهم فينا نقول لهم انتم مضيتوا، فينا نطرحوا كمشروع على كثير منيح. لن انا بس كنت بدي اعقب على كثير مجلس وزراء او على الخفيف؟ لا كثير على الخفيف. شو بدك تعقبي؟ كنت بس بدي اعقب على شغله، انه وقت كنا عم نحكي عن استقلاليه السلطه القضائيه، اكيد هيدا مبدا قلت لك مكرس ونحن بنحترمه، وانا عندي راي خاص بمجموعه من المواضيع، ولكن هذا رايي يعني ما في خليه يفوت لتفاصيل الاشياء طالما الملفات صارت بعهده الاجهزه القضائيه. مش انا بس بدي بختام هاللقاء شو بتحبي تقولي؟ انا بحب اشكرك على استضافتنا وعلى اتاحه المجال لحكومه الظلم انه تسجل مشاريع. بحب انه اي شخص عنده اي طريقه لدعم حكومه الظل توصل مشاريع، اذا بيقدر يوقف حدنا ويساندنا لنقدر نوصل لاهدافنا. تامر، انا بدي اوجه نداء للمعنيين والسياسيين من نواب ووزراء موجودين بلبنان انه يدعمونا، لانه البلد ما راح يمشي الا بقوه شعبيته. لين عمار وزيرة العدل، سامر فيصل وزير المعلوماتيه والاتصالات كانوا معنا بالفقره ما قبل الاخيره من اليوم السابع. من بعده رح نستضيف عماد علام الدين وزير الاشغال العام والنقل، ودارين جبور وزيره الطاقه والمياه، وكما قال الشهيد جبران تويني عليك تصيح مش شغلتك تطلع الضوء. على كل المعنيين أن يتجاوبوا مع صيحات هؤلاء الشباب، ونحن لهم بالدعم والمرصاد. فاصل ونعود معكم.